ليش عم تعمل هيك؟ خلص روح من هون، ما بتحمل شوفك عم تتوجع. بترجاك ما تعمل هيك. لكن تعالي لعندي وخليكي قاعدة معي. سوريا، انت ليش عنيد هيك؟ انا وانت مو لبعض، افهم هالشي بقى افهم. اليوم انت مرضت لانه اكلت من الاكل اللي حضرناه هون بالبيت. كيف رح تقضي بقية حياتك معنا شوريا؟ انا رح اتعود، رح اتعود على كل شي من شانك. لا تفكر انه الامور سهلة كل هالقد. اسمعني شوريا، هلا انت ما عم تفهم ولا عم تتظاهر بانك ما عم تفهم علي شيء؟ لساتك بالنص الاول من اول يوم، وصارت كتير امور، وقعت بالحمام، وصار عندك وجع بالمعده من الاكل اللي اكلته اليوم، وايدك احترقت. لا تعمل هالشي بقى، انت ما عندك فكره ابدا، ما عندك فكره كيف بحس لما بفكر اني ممكن كمل حياتي كلها بدونك انت. جميع حلقات هذا المسلسل متوفره على وياك مجانا وبجوده عاليه.